قدمت مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الإصابة بالأورام السرطانية خدماتها ل 731 مواطنا، إضافة إلى إدخال بيانات 5307 مواطنين في الاستبيان الإلكتروني التابع للمبادرة لتيسير عملية التشخيص والعلاج بالوحدات الصحية. جاء ذلك في أول أيام عمل المرحلة الأولى من المبادرة، والتي انطلقت اليوم في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط والقليوبية والفيوم وأسيوط وبورسعيد وجنوب سيناء. وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة.